ابتعدي عني أيتها التاء المفتوحة فأنا أفضل منك. آتي في آخر الكلمات، ألفظ عند الوقف هاء وعند الوصل بالحركات تاء. أما أنت فتأتين في الموت والصمت والسكوت والشتات والثبات. وأنا أيتها المربوطة، آتي في آخر الكلمة، منسجمة أبقى مفتوحة في الوصل وفي الوقف، وحالي تفوق الوصف. فأنت تجيئين في البشاعة والشماتة والمصيبة والوقاحة والشقاوة. أنا آتي في السعادة والفرحة والبهجة، أما أنت فتأتين في الأموات والمنكرات والحيوانات. أنا آتي في الحلويات والقطارات والمواصلات والجميلات. وقد قلت أنك تأتين في البهجة وفي الفرحة، وقد نسيت أيضا أنك تأتين في التعاسة والبشاعة. أنا آتي في الرشاقة والشياكة والقوة واللياقة. لماذا تتشاجران؟ ألا تعرفان أنكما حرف واحد هو التاء، وأنتما تخدمان اللغة العربية؟ فلماذا لا تتعاونان كي لا يخطئ بينكما المتعلمون؟